بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب عقده الكليني في كتاب الكافي الشريف وعنوان الباب: باب ما امر النبي صلى الله عليه واله بالنصيحة لائمة المسلمين. في الحلقة الماضية تلونا الحديث الاول الذي كان يتضمن مقطعا من خطبة رسول الله صلى الله عليه واله في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع. والحديث الثاني من احاديث هذا الباب أيضا نقل لتلك الخطبة مع بعض ما يرتبط بنقلها، الحكم ابن مسكين يقول إن رجلا من قريش من أهل مكة، قال له سفيان الثوري، وكان عاميا صوفيا، وهذا الحديث يكشف عن انه كان منافقا ايضا. قال سفيان الثوري لهذا الرجل المكي من قريش: اذهب بنا الى جعفر بن محمد الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. قال: فذهبت معه اليه فوجدناه قد ركب دابته. يعني الامام عليه الصلاه والسلام كان قد ركب الدابة ليذهب في بعض حوائجه فقال له سفيان يا أبا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف أريد هذا الحديث أسمع منك الخطبة التي خطبها الرسول في مسجد الخيف بمنى قال دعني حتى أذهب في حاجتي فإني قد ركبت فإذا جئت حدثتك اني يسأل أنا راكب الدابة ودأ أروح في شغلة عندي انتظر أذهب وأرجع فقال أسألك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله لما حدثني يعني إلا ما حدثني أنا أسألك وأقسم عليك بقرابتك برسول الله صلى الله عليه واله. زين الامام عليه الصلاه والسلام هذا حلف والامام اراد ان يتم الحجه عليه، ولعله كان مستعجلا ويريد ان يذهب مثلا فالامام عليه الصلاه والسلام نزل من على الدابه وحدثه بالحديث. قال فنزل فقال له سفيان: مر لي بدوات وقرطاس حتى اثبته هسه هو عند الشغل هو اللي جاي يسأل الامام المفروض انه هو يجيب وياه القلم والورقة لكن قال للامام عليه الصلاة والسلام فد ورقة وفد دوات حتى اكتب هذه الخطبة حتى لا انساها لان الكتابة أقوى من الحافظة في المثل يقول أضعف الأقلام وهو قلم الرصاص أقوى من أقوى الحافظات ليش؟ لأنه أنت إذا قبل خمسين سنة كاتب شيء بقلم الرصاص بعد خمسين سنة عندما ترجع إلى تلك الورقة نفس الشيء اللي كنت كاتبه قبل خمسين سنة هو نفسه ما متغير إذا والدك جدك قبل مئة سنة مئة وخمسين سنة كاتب شيء والورقة عندك نفس الكلام موجود لكن الإنسان حينما يحفظ شيئا حتى إذا حفظ ثقوية أحيانا لا يحفظ الألفاظ أو يغير في الألفاظ أحيانا قد يخطئ ولذا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كما تلوناه فيما مضى في اوائل الكافي الشريف هناك روايات كان يامر اصحابه بان يكتبوا الاحاديث ولذلك الروايات اللي موجوده عندنا عن الامام الصادق عن الامام الباقر تقريبا نص كلامهم ليش؟ لان الرواة عن الإمام كانوا يكتبون ثم حينما يروون للغير ذلك الغير كان يكتب أيضا ويقابلون يعني مو يكتب يقول له اقرأ لي والراوي الثاني للثالث هكذا ينقل الكتاب ذاك هم يكتب الثالث للرابع إلى أن وصل إلى أصحاب المجاميع فتقريبا نفس الكتابات اللي كانت لأصحاب الإمامين الصادق والباقر نفسها الآن موجودة في الكتب التي بأيدينا أما الذين كانوا يعيبون الكتابة من العامة يعتبر عيب لازم تكون حافظ أنت ف 250 سنة فاصلة بين الرسول وبين هذا الذي دون الحديث وسائط معتمدين على الحافظة لو صحت هذه الأسناد فتشوف أنه كثير فيه يصير زيادة ونقيصة على كل حال قال مر لي بدوات وقرطاس حتى أثبته فدعا به الإمام دعا من البيت مثلا أو من مكان آخر جابوا القلم ودوات وإرطاس ثم قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله في مسجد الخيف هذا المقطع اللي هنا الآن الإمام الصادق يذكره نفسه اللي في الحديث الأول في الحلقة الماضية نقلناه عن الإمام الصادق رواه ابن ابي يعفور نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه يا ايها الناس ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاثه لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله والنصيحه لامه المسلمين واللزوم لجماعتهم فان دعوتهم محيطه من ورائهم المؤمنون اخوه تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم هذا في الحلقة الماضية شرحنا هذه المقاطع من هذه الخطبة بشكل مختصر يمكن واحد ما كان حاضر في الحلقة الماضية أو ما مشاهدها الرسول في مسجد الخيف بمنى وقد يقال مسجد الخيف لكن الخيف أصح هذا كلام أقول لكم لا تخلوا يمكم يبقى فقط انقلوا للآخرين أحيانا أنت تسمع كلام ما تفتهم بعض لوازم هذا الكلام لما تنقله للغير يقول لك افتهمت شنو كان يقصد فيبين لك ما كنت غافلا عنه ثلاثة أشياء قلب المسلم لا يغل عليهن يعني لا يحمل الحقد واحتمالات أخرى في هذه العبارة من الغل أو الغل أو الـ غلول أو الوغول هذه مرت في الحلقة الماضية أولا إخلاص العمل لله عملك العبادي طاعتك لله سبحانه وتعالى تكون خالصة من غير رياء ولا اختلاط بأغراض فاسدة هذا بالنسبة إلى علاقتك بالله والنصيحة لأئمة المسلمين ارتباطك بالأئمة يكون ارتباط النصح. النصح كما ذكرنا بمعنى الخلوص. تخلص له. ليكون غرضك من اتباعه أو العمل بكلامه أو طاعته غرض فاسد. والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، يعني لجماعة المسلمين أو لجماعة أئمة المسلمين. ما تتفرق عنهم. فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. إما بمعنى الدعاء وإما بمعنى ما يدعون إليه هذه بالنسبة إلى علاقتك مع الأئمة علاقة المسلم مع المسلم كيف تكون المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم ما عندنا واحد شريف واحد وضيع لا بالإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذا الشريف قتل وضيعا يقتص منه تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم مو انه تروح تتفق ويا الكافر ضد المسلم لا المسلمون جميعا يد على غير المسلمين يسعى بذمتهم ادناهم اذا واحد من المسلمين اعطى امانا لواحد من الكفار هذا امانه مقبول حتى اذا كان من ادنى المسلمين ظاهرا هذه الخطبه شرحناها في الحلقه الماضيه هسه الشاهد في ما يتعلق بتصرف سفيان الثوري مع هذه الخطبه ومعنى هذه الخطبه فكتبه سفيان سفيان كتب الخطبه زين أن انت دا تكتب يمكن اخطات في كلمه كلمه ما كتبتها احيانا يصير ثم عرضه عليه. يعني الورقة أراها للإمام، رواها للإمام، شوفها ما بيها زيادة نقيصة. وركب أبو عبد الله عليه السلام. الإمام خلص شغلته ركب الدابة وذهب إلى حاجته. وجئت أنا هذا المكي وسفيان، احنا هم رحنا إلى شأننا. فلما كنا في بعض الطريق. قال لي كما أنت هذه الكاف زائدة للتأكيد يعني إلزم ما أنت فيه إلزم مكانك يعني توقف أوقف قال لي كما أنت حتى أنظر في هذا الحديث هذا حديث عظيم سمعت من الإمام وكتبته هسه مرة ثانية أرد أشوفه فقلت له, قد والله ألزم أبو عبد الله رقبتك شيئا لا يذهب من رقبتك أبدا قلت للإمام الصادق أتم الحجة عليك وهذا بعد خلاص يوم القيامة يحتجون عليك بهذا الحديث يعني مرة واحد جاهل وخصوصا إذا كان جاهلا قاصرا يمكن يكون معذور واذا جاهل مقصر مو معذور لكن العالم المعاند هذا اسوا حالا من الجاهل المقصر صحيح الجاهل المقصر غير غير معذور لكن ذاك اسوا منه اما الجاهل القاصر فهو معذور ويوم القيامه الله سبحانه وتعالى يتعامل معه بعدله يقول الإمام الصادق ألزمك الحجة خلص الحجة تمت عليك وما تقدر تتملص منها فقال وأي شيء ذلك الحديث واي لطيف شنو يعني في شيء ألزمني في رقبتي وأنا أخالف ذلك حتى في يوم القيامة يكون حجة علي فقلت له الإمام شنو قال أن الرسول صلى الله عليه وآله قال في خطبته: "ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم". إخلاص العمل لله، قد عرفناه، هذا معناه واضح. ماكو واحد من المسلمين لا يعرف هذا المعنى، أن تخلص عملك لله بدون رياء، بدون أغراض فاسدة، هذا معناه واضح. لكن والنصيحة لأئمة المسلمين. من من هؤلاء الذين يجب علينا نصيحتهم يعني الإخلاص لهم إطاعتهم لأن النصح عدم الغش عدم الأغراض الفاسدة من هم ذولة معاوية بن أبي سفيان يزيد بن معاوية مروان بن الحكم وكل من لا تجوز شهادته عندنا يعني ذول الحكام الذين نحن لا نقبل حتى شهادتهم ولا نصلي خلفهم لظلمهم ولظهور فسقهم أنت ما تقبل شهادته وما تصلي خلفه عد إمام وهذا إمام للمسلمين مثلا دماؤهم أعراضهم أموالهم مصيرهم بيد ذاك هذا الرسول يقول الزمه انصح له هذا أولا من هذا من هؤلاء الأئمة المسلمين بعدين الرسول ماذا قال في الخطبة واللزوم لجماعتهم جماعة أئمة المسلمين من ذول الجماعة فأي جماعة هذا المكي يقول لسفيان الثوري فأي جماعة، من هم جماعة أئمة المسلمين؟ مرجئي يقول من لم يصلي ولم يصوم ولم يغتسل من جنابه وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبرائيل وميكائيل. جماعة المسلمين من هم جماعة أئمة المسلمين؟ المرجئة المرجئة طائفة من العامة أرجأوا العمل عن الإيمان. يقول العمل مو مهم، انت إذا آمنت بالله، وآمنت بالرسول صلى الله عليه واله، انت من أهل الجنة، إيمانك مثل إيمان جبرائيل وميكائيل، أما عملك مو مهم، صليت ما صليت هكذا يقولون، صمت ما صمت مو مهم، حجيت ما حجيت مو مهم، فعلت الموبقات أو ما فعلت الموبقات، مو مهم. هذه عقيدة المرجع أرجعوا يعني أخروا العمل عن الإيمان طبعا البعض إجي لما شاف أنه علماءهم السابقين كانوا يقولون بالإرجاء وهي عقيدة الإرجاء عقيدة فاسدة واضحة الفساد إجوا ابتدعوا إصطلاح آخر لكلمة الإرجاء حتى ينزهون ذولاك السابقين منهم قالوا الإرجاء هو التأخير علي ابن أبي طالب عن الثلاثة هذا هو الإرجاء وليس كذلك هذا إصطلاح ليس بصحيح إصطلاح متأخر فأي جماعة مرجئي يقول من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابه وهدم الكعبة ونكح أمه فهو على إيمان جبريل وميكائيل هذه الجماعة هو واضح مو هذه الجماعة أو قدري يقول لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء ابليس. كلمة القدر اصطلاح في المجبره وفي المفوضه. وهنا يراد به المفوضه. الذين يقولون إن أعمال العباد لا دخل لمشيئة الله فيها. لأن المسلمين كما مر مفصلاً في هذه المسألة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. بعض العامة قالوا بالجبر. الآن الأشاعرة هكذا يقولون طبعاً بالكسب. الجبر يعني شنو؟ يعني أفعالنا ليست أفعالنا. وإنما هي أفعال الله، أنت مجبور، أنت تتصور أنها أفعالك. زين هذا هذه العقيدة باطلة. ليش؟ لأنها تنافي الضرورة. الاختيار الإنسان أولا وأيضا لا يصح عقاب المجبور يعني إذا واحد مرتعش بمرض الباركنسون مثلا أنت تجد عاقبة على ارتعاشه هذا ظلم والله ليس بظلام للعبيد على كل حال هؤلاء قسم المجبرة قسم آخر مفوضة يقولون خلاص مثل اليهود اللي الله خلق العالم بعد ما عنده شغل بيه لا قضاء ولا قدر ولا اراده ولا مشيئه ولا ما الى ذلك في افعال العباد طبعا الثالث وهو كلام الرسول والائمه من اهل البيت لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين افعال العباد انت مو مجبور ولا انك مفوض اليه بحيث انه لا يكون لمشيئة الله وقضائه وقدره دخلا في ذلك، بل امر بين الامرين. انت مختار ومشيئة الله ايضا موجوده، بتفصيل قد مر سابقا. زين. هذا المكي يقول لسفيان الثوري: واللزوم لجماعتهم او قدريون يقول لا يكون ما شاء الله عز وجل ويكون ما شاء ابليس. يصير هذا؟ هذول يكونون جماعة أئمة المسلمين. أو حروري يتبرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام وشهد عليه بالكفر. الحرورية طائفة من الخوارج إنما سموا بذلك لأن أول اجتماعهم كان في قرية تسمى بحروراء من أطراف الكوفة. زين جماعة المسلمين الحرورية الذين يتبرؤون من علي بن أبي طالب ويكفرونه والعياذ بالله أو جهمي يقول إنما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيئا غيرها الجهمية أتباع صفوان ابن الجهم من العامة صفوان ابن الجهم ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن الجنة والنار تفنيان ماكو خلود في الجنة ولا النار هكذا كان يزعم وأن الإيمان فقط معرفة يعني في قلبك تعرف أن الله موجود خلاص حتى إذا بلسانك أنكرت يعني فرعون مثلا عند الجهمية مؤمن ليش؟ لأن الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يقول هذا مؤمن حتى إذا ما أقرب اللسان أي كافر يعتقد بأن الله موجود؟ وانه واحد حتى اذا شهد بالكفر هذا يعتبر مسلم، مو مسلم فقط مؤمن عند هؤلاء. على كل حال وايضا كانوا مجبره وعقائد اخرى لهم مذكوره في الكتب الكلاميه. او جهمي يقول انما هي معرفه الله وحده، ليس الايمان شيئا غيرها. زين. النصيحة لأئمة المسلمين منو ذول الأئمة اللزوم لجماعتهم منو ذولا هذا المكي سأل سفيان الثوري قال سفيان الثوري هنا التفت ويحك وأي شيء يقولون شنو ذول يقولون كلمة ويح هاي كلمات في اللغة العربية ويل ويلك أو ويح ويحك أو ويس ويسك وكلمات أخرى أيضا الويل عادة يقال في المصيبة أو في الشتم أو في التعجب الشديد ويحك يقال في مورد الإنسان يتعجب من شيء ويخاطب من يحب. ويس هذا نفس ويح لكن يقال للأطفال. ويحك وأي شيء يقولون؟ يعني الإمام الصادق وجماعته شنو مقصودهم؟ قلت يقولون إن علي بن أبي طالب والله الإمام الذي يجب علينا نصيحته والنصيحة لأئمة المسلمين يعني علي بن أبي طالب وأبنائه الأئمة عليهم الصلاة والسلام ولزوم جماعتهم أهل بيته يعني أهل بيت علي بن أبي طالب هذا هو المقصود أئمة المسلمين علي بن أبي طالب جماعتهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام والذين يرتبطون بهم هنا سفيان الثوري التفت أن هذا الكلام حجة عليه باشر يحتجون عليه في الدنيا وفي الآخرة قال فأخذ الكتاب فخرقه أخذ الكتاب فخرقه هذا يكشف نفاقه أيضا مو فقط هو عامي صوفي بل كان منافقا فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال لا تخبر بها أحدا زينس انت الان في الدنيا تظن أنه ما افتهموا احد ما التفت لكن كيف تخفي هذا عن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه هل تزعم بان الله لم يكن يعلم الم يعلم بان الله يرى ولا وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بعدين هو قال لا تخبر بها احدا. بس هذا يلزمني؟ لا ما يلزمني، ما يلزم ذاك المكي. اذا فد واحد منافق فعل فعلا نفاقيا، بعدين قال لا تخبروا به احدا. احنا يعني ملزمين بان لا نخبر به احدا. اسم مره واحد يجي يسر لنا سرا من اسراره، من الاول يقول هذا السر لا تخبرون بي احد واحنا نقبل هذا صار امانه. لا يجوز كشف اسرار المؤمنين، اما المنافق فالله يكشف اسرارهم. ولا اسرار لهم في هذه في مسائل نفاقهم، يجب فضحكهم. فضحهم. لكن اذا واحد من المؤمنين فعل فعلا في مكان عام. بعدين قال لا تخ... لا تخبروا به احدا. هسه اذا في تنقيص غيبه يصير تهمه في مثلا في تالي فاسد اخر هذاك بحث اخر. اما اذا لم يكن فيه اي شيء نقول إن له انت فعلت هذا في مكان عام وما من قبل ذلك لم تستأمننا ومو هذا مجلس خاص حتى تكون المجالس بالامانات. هذا لا يلزمنا ولا يوجب علينا، طبعا التفصيل موجود في الفقه احنا بس اشاره اجماليه اليه. فأخذ الكتاب فخرقه ثم قال: لا تخبر بها احدا. هسه شاهد في هذا الحديث ان الامام الصادق روى عن رسول الله خطبة مسجد الخيف النصيحه لأئمة المسلمين الامام علي بن ابي طالب والأئمه واللزوم لجماعتهم الأئمه واتباعهم وأتباعهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا الحق وأن يجعل قلوبنا تقبل الحق حتى لا نكون من الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين